ورغم اني بلادنا تعديت فترات صعيبه خصوصا فترات الشح المائي وفترات الجفاف اللي عديناها. كيف هذه الفرصه هذه نستغلها باش ناكد على المجهود اللي تقوم به الدوله بجميع هياكلها من ادارات من مؤسسات من مؤسسات بنكيه باش تساند القطاع الفلاحي وتعمل معاك الفلاح السعودي. اليوم احنا نعرف اللي اكثر من ثلاثه ارباع الفلاحين في تونس هم فلاحين صغار عندهم اقل من 10 هكتار وما فما حتى حد يواجه الصعوبات يواجه الظروف المناخيه الصعبه والتقلبات المناخيه وتغير المناخ اكثر من الفلاح اللي يظهر استعداد وصمود باش يتجاوز الازمات هذه ويتجاوز فترات الجفاف. بطبيعة الحال فما مجهود خاص الدولة باش تعاهد باش تاخذ باش تكون فما بعض التشجيعات باش تكون فما منح باش تكون فما دفع للمبادرات الخاصة. التحديات هذه بالاساس تحديات لمواجهة التغيرات المناخية. وقت تشوف مطر الصيف سخانة في الشتاء بعض الفيضانات شوف اللي بعض البلدان المجاورة إن شاء الله ربي يطلب فينا صوت الكوارث الطبيعية مع التغيرات المناخية. اليوم وضعنا تحدي هام على الصعيد الوطني هو الرفع من الإنتاج والإنتاجية ونحاول نحسن متوفراتنا من القمح الصلب بشكل هدف الثاني اللي نحبوا نوصلوا مش نحققوا الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب وإن شاء الله ربي يقدرنا ونوصلوا له 12 مليون قنطار يكون عن طريق جهدكم وجهدنا وجهد كل من يحب ياخذ بلادنا وياخذ شعبنا وياخذ سيادتنا الغذائيه. نحبوا كيف كيف المجهود الخاص هذايا نشوفوه على جميع اراضينا ونحبوا بالاساس ان شاء الله هدف ثاني نوصلوا في القطاع السقفي في المساحات المرويه نحطوا 100 هكتار والجهاز الدوله مستعد باش يوفر كل مستلزمات الانتاج من بذور من زريعه من أسئلة إن شاء الله توصلكم في الوقت المناسب وإحنا نحتاج الاستعدادات باش تكون الكميات هذه وتكون المتوفرات هذه موجودة في الوقت المناسب وعلى جميع الجهات. حضرات السيدات والسادة كلنا معاونين عليك وفي المناسبة هذه نحب نحيي الحس الوطني اللي موجود فيه واللي موجود في الفلاح التونسي باش كلنا مع بعضنا هالتحدي هذايا نتجاوزوه ويقع تطوير الانتاج القومي بتاعنا وهذا ما يتطلب منا حاجه واحده العمل 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 ولكلنا حلقه واحده كي نحكيو على انتاج الحبوب راهو من الزريعه للخبز من الزريعه لين توصل لفم المواطن حلقات المنظومه الكل من المزوج من الفلاح من مطعمنا من التاجر كلنا في اليد. احنا بطبيعة الحال مجهود الدولة بشعار الفلاح موجود وباش يكون فما تدخل في كل وقت وكان فما اشكال مع بعضنا نحلوه. بطبيعة الحال العزم هذايا ما يكون كان مشاركتكم وشفنا حتى المجهود الخاص اللي عملوا الفلاح بطبيعة الحال خصوصا في الولايات هذيا كي نحكيو على باجة وزندوبة وغيرها اللي هي عندها خاصية متميزة في إنتاج الحبوب. رغم الشح المائي رغم الجفاف رغم التقلبات المناخيه كانت ثم برشا اجراءات اللي قدمتها الدوله باش الصعوبات هذيك تتذلل وفلاحنا يلقى روحه في استعداد وفي اريحيه ممكنه باش يواجه بدايه الموسم نتاعو ويبدا الموسم نتاعو ويساهم في تحقيق الهدف الثاني تاع الكفاءه الذاتيه. اليوم تعرفوا اللي مجهود الدولة لمعاضدة القطاع يتواصل وموجود. بالنسبة لأسعار الأسمدة كيف كيف قررنا باش تكون على نفس المستوى تاع السنة الفارغة. تعرفوا الكل اللي الموسم الفارغ كان موسم جفاف وما كانش تجميع بالقدر الكافي لأنه الإنتاج ما كانش بالقدر الكافي من جراء نقص الأمطار. رغم هذاك رفعنا في سعر القمح عند القبول ب 10 دينارات نظرا لك الظروف الاستثنائيه دي. كيف كيف سلم التعيير بالنسبه للقبول حبوب شفتوه وقع تحت
تحسينه بشكل فلاح ما يلقاش روحه ياخذ في ساعه المتدني ويتحسن مدخوله. دون صفه استثنائيه عملنا على تغيير سلم صعب سلم التعيين بالصابه على خاطر المنتوج ما كانش في الجوده المرتفعه، وهذا ربح الفلاح. الامر نتاع المتعلق بالمناطق المجاحه في اطار صندوق تعويض الاضرار الفلاحيه الناجمه عن الجوائح الطبيعيه اصدر، وفي بالي فما حتى برشا من المخرطين وربما راهم بداوا ياخذوا الشيكات نتاعهم والباقي تقنيه، وكان الوعد من الوزاره كون كل فلاح انخرط في الصندوق ياخذ مستحقاته قبل انطلاق موسم البرد. اليوم خلينا في اليوم الاحتفال، احنا حبيناه احتفال علاش؟ على خاطر اكليت بالكاس على الارض واكليت اللي يحط البذر ونستناه معها القمح حتى نخر العام يلزمها دعم خاص على صعيد التمويل. فاللي احنا الصغير نعرف الظروف ما عندوش سهوله باش يمشي للتمويل، وما عندوش سهوله كافيه وضمان كافي باش ياخذ من البنك او ياخذ من الجمعيه. وهنا نشوفوا مجهود الدوله، خصصنا ما يقارب عن طريق البنك التونسي فقط ما يقارب 19 مليون دينار موجهه لقروض موسميه لصغار فلاحي وصغار مزارعي حبوب. وهالقروض هذه وفيكم برشا من اخذوا القروض هذه ما يتجاوز 5 ايام يكون الفلاح متحصل على الارض نتاعو 100% عن طريق ارض البنك، علاش التمويل ذاتي 70% باش ياخذهم كيما تعرف مدخلات المستلزمات و 30% باش يدور العادله شويه، ها كل واحد من فندور المهم مال متداول. اليوم هذا يوم تحسيسي ويوم احتفالي ويوم نحب نوجهوا فيه رساله كون كلنا مع بعضنا نحب نحققوا الهدف نتاع فلاحتنا، فلاحه مستدامه، فلاحه صامده، فلاحه دامجه لكل شريحه من الفلاحين من الصغير للكبير. عليه نحبك الفلاح الصغير يدخل في حلقه الانتاج ويدخل في حلقه التمويل ويدخل في حلقه الترويج ويكون هو الضامن والمساند باش بلادنا تكون عندها سياده غذائيه. اليوم ما عادش نحكيو على الامن الغذائي فقط، اما نحكيو على سياده غذائيه. بلاد وجنب ارض الخير ربوع تونس نحبه يخرج منها الانتاج اللي من شكل باش يحقق ضمان وصمود تونس ووقفتها قدام التغيرات اللي نشوفها في الاسواق. ما نقعدوش احنا مربوطين نستناو في التوريد ونستناو في البابور باش يجي ونستناو في السوق ونشوفوا كيف الصعوبات باش نخلصوه، لا فهم احنا فهم حمادنا مجهودنا مجهود الفلاح اللي هو اكثر كادح. وانا في تقديم من اذكى الفاعلين الاقتصاديين في الدنيا هو الفلاح. ما فما حتى حد يواجه خطورة المناخ والتقلبات المناخ وقت المجهول اللي يواجه فيه باش تصب باش مش تصب باش تصيب مش باش تصيب ما يشوفوش حتى فعلا صار. هو يواجه المجهول، يواجه التغيرات المناخية غير منتظرة، وذاك علاش تحية خاصة واعتبار خاص للفلاح هذايا اللي بجهده مساهم باش احنا نحققوا الانتفاع الذاتي. ان شاء الله قدرة ربي تتواصل هالايام هذيا، وان شاء الله نشوفوا فلاحتنا بل انطلاق الموسم هالمبلغ اللي خصصناه نتاع 19 مليون دينار يكون الكل بين ايادي فلاحينا مع بعضنا ينجح الموسم. احنا عندنا ثقه كبيره باش التحدي هذايا نخدموا عليه مع بعضنا ونعتمدوا فيه على قدرات خبراء من هيائل من مندوبيه من مراكز ارشاد من مراكز بحث من مؤسسات بنكيه باش ذاك الخدمة التشاركية هذيك خلينا ناخذ منظومتنا منظومة الحبوب اللي توما أدرى الناس بها وقبل لا تدخل لنا هذه الفاريتي هذيا اللي ربما تعطينا إنتاجية خير. أنتم تعرفوا قمحكم البسكري والمحمودي والشيلي واللي تاكلوا منه، احنا نحبوا غذائنا يجي من منتوجنا ومن مجهودنا. ما نحبش نطول عليكم، في الختام نحب نعاود نجدد شكري لكل الأطراف اللي ساهمت باش نقوموا بها اليوم الاحتفالي هذايا اللي باش نوزعوا فيه القروض الموسميه لصغار الفلاحين. شكرا.